فنان خالد نسمع معانات إضافية. والله أعتقد أن الفن مراحل من المعاناة، يعني الواحد يجد في بداياته يمكن يتكلف كثير، ويجوز أنه يتعب أكثر. ففي فرصة أنه كل إنسان يوجد عنده موهبة، فالحضيض اللي يكتشف موهبته في بداياته، فإذا وجد من حواليه ناس ممكن يقفون بجانبه أنه يساعدون وينمون الموهبة هذه، سواء فنية من شتى الأنواع أو غيرها، فالمساندة بحد ذاتها يعني تختصر الطريق. وتظل المعاناة يمكن نفسية أكثر ما هي حركية أو مادية مثلا. فالمعاناة النفسية أن الرجل أو المطرب أو المطربة يكون في بدايته طبعا الخوف، مثل ما تفضل أخوي محمد، هذا من ناحية. ثانيا يتردد بحيث أنه ما يدري هل ينجح ما ينجح، فيعتمد ما نقول على الحظ في البداية، ولكن على الشيء المقدم يعني وش يقدم. فمن هنا تبدأ مرحلة الفن وتبدأ مراحل. خالد معلش من كلامك قلت جملة حلوة عجبتني، مسألة النجاح والخوف. ما تعتقد أن الواحد كل ما نجح، مثلا في مثل يقول أو عبارة تقول كل ما اتسعت رقعة النجاح كل ما ضاقت فرص النجاح؟ هل تحس أن الواحد كل ما نجح وانتشر زيادة كل ما دائرة النجاح تصغر، فلذلك الخوف يكبر تتوقع؟ والله شوف، هو فعلا لأنه يتعذر عليك أنه الحفاظ على الشيء كله أو على وضعك الفني كل ما اتسعت الدائرة. ففي شيء رئيسي هو اللي يحفظ دائرتك هذه، أنك مهما وصلت من الشهرة كأنك أو يعني كونك إنسان، فلا تنسى أبدا أو تتعرى من أنك إنسان. هذا أول شيء، لأنه الإنسان متى أو الفنان بحد ذاته إذا نسى نفسه أنه إنسان، فهذا أول خرم في الدائرة. نعم. اللي راح تكثر عليه الفتحات وينهار. أكيد، وأعتقد بموهبته بثقافته بتجديد نفسه ممكن بعد يتواصل أكثر. ممكن يجدد، ولكن يقوم على الأساس. الأساس وشو؟ أنك تكون إنسان بسيط، التواضع، العطاء الصادق، والحس الفني بعد له دور كبير. والاختيارات الجيدة الحقيقة.